أنا حاج متمتع وأديت مناسك العمر، وأثناء السعي بين الصفا والمروة أذن الفجر، خرجت لمدة دقائق بسيطة من المسعى، ثم عدنا وأكملنا السعي، ثم أدينا شوطا زيادة، وبعد الانتهاء دون أن أقصد مسحت أنفي بإصبعي، ووجدت شعرا على إصبعي قبل أن أحلق، فما حكم؟ أما إذا كان الإنسان يطوف للبيت أو يسعى بين الصفا والمروة وأقيمت الصلاة، فإنه يصلي، يتوقف عن الطواف أو عن السعي ويصلي، فإذا فرغ من الصلاة فإنه يواصل بقية طوافه وبقية سعيه، فالفصل بالصلاة لا يؤثر على الصلاة، يبني على الأشواط الماضية ويكمل، وطوافه أو سعيه صحيح إن شاء الله، لأن هذا الفاصل للصلاة مشروع، مطلوب منه أن يصلي مع المسلمين، فهو فاصل لأجل العذر الشرعي فلا يؤثر، يصلي ثم إذا سلم يكمل سعيه أو طوافه ويبني على ما سبق من الأشواط. أما قضية مسح الأنف خروج دم بسيط، إذا كان شيئا بسيطا هذا لا يؤثر، طوافه صحيح وسعيه صحيح، إذا كان الدم يسير لا يؤثر هذا. نعم.